طالب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الإسرائيلي بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وخلال لقائهما في باريس قال ستارمر إنه يجب اتخاذ خطوات فورية نحو وقف إطلاق النار حتى يتسنى إطلاق سراح الرهائن ووصول المزيد من المساعدات الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها. وأكد رئيس الوزراء البريطاني دعمه المستمر لما سماه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ولكن وفقا للقانون الدولي.